صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم في هذه الحلقه من برنامج الحدث. ضيفنا في هذه الحلقه المعلق السياسي في صحيفتي النهار والشرق الاوسط راجح خوري، ومعه طبعا سنقوم بجوله على مختلف التطورات والمعطيات الاقليميه والدوليه وايضا المحليه. لحظات ونبدا الحوار. صباح الخير استاذ راجح، اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقه. اول شيء بنقول الحمد لله على السلامه انك وصلت على الوقت على برنامجنا، كنا عتلانين هم انك ما توصل، خصوصا وانه اليوم الطرقات من 6 الصبح عم تشهد زحمه سير خانقه بفعل اعتصام قطاع النقل البري والسائقين العموميين، مع انه مطلبهم محق، ولكن قلت لي في عندك اشياء بتحب تقولها هون بالبدايه بهيدا الخصوص. يعني اولا الحمد لله على السلامه، بدنا نقولها كل يوم، يعني كل الناس اللي عندها اشغال بقى تنزل على اشغالها لازم ينقل لها الحمد لله على السلامه انها وصلت اشغالها، لانه صار في ثقافه تعيسه بالبلد لدرجه انه كل واحد عنده اعتراض بغض النظر عن مشروعيه هذا الاعتراض او عدم مشروعيته. كل واحد عنده اعتراض معين يفترض ينزل على الشارع يقطع الطريق على الناس. اخي انا شو ذنبي اذا الدوله زادت رسوم الميكانيك على الناس واصحاب الشاحنات والبوستات والما بعرف مين والمواطنين؟ ما بيعجبهم هالقصه وانا معهم، لانه انا عندي سيارات بدي ادفع طبعا كمان. هذا بيطال الجميع، لكن مش بهي الطريقه. بننزل مسكر الطرقات على الناس، مسكر البلد، منضج البلد بهالطريقه، بنذبح الناس، بنكلف الناس اعصاب، ومكلف الناس فلوس، ومكلف الناس بنزين. مش هيك، في ثقافه كثير غلط بالبلد. خيي في وزراء، في نواب، في حكومه، في مسؤولين بالبلد، وفي عندكم اعتراض روحوا قدام بيوتهم. بقصة نفايات 100 مرة خلقوا ربنا بالتسكير الطرقات وقامي لقامي وكلهم أبطال وكلهم بدوا يصلحوا البلد وكلهم اليومين أيضا، ما حدا أخذ كيس نفايات وحطوا قدام بيت وزير. طب ما حلوا عن رب الناس بقى، يعني ما نحن ناس كمان، نحن عنا الاعتراض اللي إنه عندكم إياه، بس ما تذبحوا العالم بهالطريقة وتعملوا أبطال. على شو بتعملوا أبطال وما راح توصلوا لنتيجة؟ أنا معهم مرتين، مرة لأنه لازم الدولة تنتبه على مطالبهم وحقوقهم، ومرة تانية لأنه هذه الدولة غارقة في السرقة إلى أذنيها، وللأسف أنه كل المصاري اللي موجودة والجبايات اللي عم بصير في الدولة عم تروح بالسرقة، وبنعرف كيف قال بالقدوة عم يتوزع، لكن بطريقة مش هيك، مش هيك الحل. مش الحل رح نحكي طبعا بالتفصيل مع الأستاذ راجح، رح يكون طبعا لنا يعني وقفة مع الوضع المحلي المتأزم، الوضع السياسي والأمني وكل هيدي الدوامة اللي عم نعيشها يعني من سنتين وأكثر. ولكن شكرا شادي، ورحب من جديد بضيفي راجح خوري المعلق السياسي في صحيفتي النهار والشرق الاوسط. اهلا وسهلا فيك من جديد استاذ راجح. في كثير امور محليه بدنا نحكي فيها بهذه الحلقه، ولكن سابدا بالاقليمي والدولي، خصوصا من الكلمات يلي سمعناها بافتتاح الجمعيه العموميه للامم المتحده بنيويورك امس، والميدان السوري يعني بالتزامن مع هذه المواقف السياسيه. هجوم أمريكا على روسيا من خلال كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وبالوقت نفسه كلام أنه راعيي الهدنة والاتفاق بشأن سوريا واشنطن وموسكو ستستمران في محاولة إعادة إحياء الهدنة. كيف يمكن التوفيق بين هذا الخلاف السياسي الذي يظهر إلى العلن وبصراحة وبين التنسيق القائم بينهما بشأن سوريا؟ يعني أنا أعتقد أنه كل الحكي اللي بنسمعه نحن والتصريحات سواء جاءت على لسان الرئيس الأمريكي أو على لسان الرئيس الروسي لا تعبر عن الواقع الميداني في سوريا. أنا أعتقد أن الوضع الميداني والحرب في سوريا مفتوحة على مداها، ولا يمكن الحديث عن أي موقف أمريكي جازم في المسألة الأمريكية قبل آذار المقبل. نحن على بعد 50 يوما تحديدا من الانتخابات الأمريكية. في الأساس ليس من رئيس أمريكي يتخذ أي موقف يرتب أي التزامات على من سيأتي بعده، وهذا أمر معروف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف بالأحرى بالرئيس أوباما الذي يعني كانت مقاربته للملف السوري منذ البداية مقاربة فاضحة من 2013 مع قصف الغوطتين بالسلاح الكيماوي وصعودا حتى هذه اللحظة. الأمم المتحدة إذا تذكرنا أنها أرسلت كوفي أنان
ثم الأخطر الإبراهيمي ثم دمستورة، وقبل هؤلاء كان هناك المبادرة العربية، ثم كان هناك المراقبون الدوليون. يجب أن نتذكر كل هذا. بعد 5 سنوات ونيف يعني راح نبلش بالسيسة في سوريا. أنا لا أعتقد أن هناك يعني أي يعني ضوء في آخر النفق المظلم والدموي والمأساوي الذي حصل في سوريا بسبب الطرفين الأساسيين الدوليين أمريكا وروسيا. أنا حضرتك بمقال لك أمس هجمت روسيا وأيضا الأمريكيين، هجمت يعني اعتبرتهم مسؤولين اثنيناتهم يعني عن ما آلت إليه الأمور في والأوضاع في سوريا. أولا لأنه صار في نوع من حوار بين ساماثا باور ممثلة أمريكا في مجلس الأمن والمتحدثة بلسان وزارة الخارجية الروسية، وأنه ماريا زخاروفا عم بتناقشوا بموضوع الإحساس بالخجل، أنه الاتهام الروسي للأمريكان أنه هن بالأساس يعني دعموا داعش، اعتبرته باور في الأمم المتحدة أنه هذا نوع من يعني يدعو إلى الخجل، ما لا يجوز اتهام أمريكا في هذا الأمر، هذا رأي الأمريكان. ردوا عليهم، ردت زخاروف عليها انه لا انتم لازم تحسوا بالخجل لانه انتم تركتوا الامور تتفاقم سوريا وانتم داعمين النصره وداعش والى اخره. يعني حوار مضحك تماما على قبور السوريين، رقص سوفيتي روسي امريكي على قبور السوريين. يعني انا ما بقدر افهم انه نحن بال 2014 عملنا تحالف دولي طويل عريض من 64 دوله لمحاربه الارهاب والقضاء على داعش. وترأسته أقوى دولة في العالم اللي هي أمريكا. في أيلول الماضي دخل بوتين إلى سوريا على أساس أنه أنا عندي مهمة محددة لأربعة أشهر بدي أحسم الموضوع وأطلع من سوريا. طب هذا راح يخلص أيلول الثاني، يعني صار لها سنة والأزمة رايحة باتجاهات يعني معقدة أكثر والحديث لم يعد عن سوريا، صار الحديث يعني الصراع كله على معبر الكاستيلو، وكانه الكاستيلو يعني هو باريس سان جيرمان بفرنسا او هو الجورج سانك في الولايات المتحده الامريكيه. يعني شغله مخيفه تماما يعني هالقصه. طيب هون يعني المصالح متباينه ام هناك مصالح مشتركه والهدف واحد ومطلوب ان تبقى حرب الاستنزاف في سوريا لاهداف معينه يعمل عليها يعني تعمل ربما عليها الدول ربما الكبرى؟ في قراءات ضمنيه بتقول انه ممكن يعني على المدى البعيد من مصلحه الكبيرين وضع الإسلام في مواجهة الإسلام، تجدية يعني إدخال سوريا في هذا النفق من الصراع السني الشيعي بشكل كتير واضح. يعني الإيراني موجود في سوريا عم بيقاتل بأكثر من منظمة وعلنا بيقول أنه عندي 70,000 مقاتل في سوريا، والسعودي والقطري والتركي وكله عم بيقاتل في سوريا، كل الناس موجودة في سوريا، كل الناس عم بتقاتل. الأمريكاني عم بيقاتل بدوش يخسر نفوذه لكن ما بده يأخذ موقف عشية وصول رئيس جديد، والروسي بده يستعيد نفوذه عم بيقاتل بسوريا. طيب هذه الكلمات المتقطعة من السياسات اللي جعلت سوريا حلبة للملاكمة على المستوى الإقليمي والدولي، كيف بنحلها؟ أي حكم بده يوقف هذه القصة؟ ولكن الأصار. قبل أسبوع أو أسبوعين أعلن عن اتفاق. هيدا اتفاق أعلن. ما هذا الاتفاق والذي بقيت بنوده سرية بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو الفضيحة أنه بقيت بنوده سرية، مشان هيك أنا كتبت في هذه المقالة كمان. شغل كثير يعني بلشوا الروس يقولوا نحن لا بنقبل اي بحث لانه السوريين حق الشعب السوري في تقرير مصيره، والامريكان سبقهم في الحديث عن حق الشعب السوري في تقرير مصيره. طيب فجاه نجتمع نحن الامريكان والروس من دون وجود اي مكون سوري، ما بعرف اذا النظام كان موجود، ما بعتقد كان موجود، وبنعمل اتفاق بيرفض اوباما وكاري اعلان تفاصيله بالوقت اللي بوتين بيقول لازم يعلنوا هذا التفاصيل. طيب اذا هم رفضوا ليه ما انت بتعلن؟ ليه ما انت بتسرب؟ صرت تحبهم هلا لاوباما ولا كيري؟ يعني شغله مضحكه تماما. بس هون شو رايك؟ لماذا يعني ايضا روسيا لا تسرب البنود؟ ربما لانه هي حريصه على انه تحشر الامريكان اكثر من هيك، لانه انا رايي انه عدم اعلان الاتفاق يتعلق بعدم قدره امريكا على نزع الدبس عن طحينه. يعني شو نزع الدبس عن طحينه؟ عن نزع النصره عن مجموعه كبيره من المنظمات المعارضة اللي عم تقاتل وكلياتهم تقريبا متقاطعين في مناطق وحدة في شرق حلب وفي جنوب حلب وفي كثير مناطق من سوريا. القصف اللي تعرض له المراكز الجيش السوري لم يكن القصف الامريكي من التحالف، اللي تعرضت له المراكز الجيش السوري لم يكن هيك خطا مثل ما قالوا الامريكان. انا برايي كان رساله واضحه للروس
انه ما بيجوز انتم يعني تستمروا في هذا الطريق، بمعنى انه يعني تحايدوا الامريكان وتصفوا انتم اصحاب الكلمه الاولى، نحن قادرين نجركم على مستنقع في سوريا له اول ما له اخير. اجى الرد امبارح بقصف الشاحنات الحامله مساعدات انسانيه على يد النظام السوري. هل النظام السوري بيملك طائرات قادر تروح تضرب عند اعزاز؟ لانه القصف امبارح صار بمسافات بعيده جدا على حدود تركيا. بس بعد ما حسم يعني من الذي قصف الحافلات؟ اللي قصف الحافلات تحديدا في اتهامات متبادله، يقال انه الروس والنظام برأوا صفحتهم هون وقدموا صورا تظهر انهم قصف النظام، اللي قصف القافله واحد من ثلاثه، يا الامريكان وانا بستبعد هذا الامر، يا الاتراك وانا ما بستبعد هذا الامر لحتى يولعوا الامور، يا الروس لانه هن الروس اللي بيملكوا طيران قادر انه يوصل لعند اعزاز. النظام السوري ما عنده هذه القدره. بس هون قيل انه رجع بيان صحح انه مش هجمات، مش طلعات جويه، وانما هجمات طبعا تعرضت لها، يعني ليس بالضروره ان تكون ضربات طيران. قاصف محدد بطيران، مش ممكن تكون جماعات مسلحه أنا يعني موجوده. هذا كلام النظام حتى يشيل تهمه عنه وعن حليفه الروسي. نعم، طيب بالنتيجه يعني اوباما يهاجم روسيا بالامس والطرفين مصرين انه الهدنه لم تمت. اي حكي، الهدنه لم تمت. لا، الهدنه ما هي فرص انا بطمنك، الهدنه ستموت لسبب كثير بسيط، لانه مع اعلان النظام انه الهدنه لم تمت ومع الخروقات اللي تجاوزت 100 خرق ومع اعاده القصف بهذا العنف اللي حصل، تعرضت احياء بحلب لقصف هائل بالبراميل بال 24 ساعه الماضيه. انا بعرف تماما انه اعيد ضبط الصفوف والتعاون بين النصرة وبين كل هؤلاء المجموعات، يعني الناس ما بيعرفوا شو في سوريا. سوريا وضعها كيف كان وضع بلبنان بالحرب، نحن بالأهلية هون كل شارع في تنظيم، في مئات التنظيمات المسلحة في سوريا، وعيد ضبط كل هذه التنظيمات في جبهة واحدة، وأنا بعتقد رايحين على جولة جديدة. تذكري جولات القتال في لبنان، رايحين على جولة جديدة من القتال. وللأسف كنا نحكي بكل سوريا، اليوم عم نحكي بحلب. ليش حلب؟ لأنه حلب مهمة، العاصمة التجارية لسوريا. لا، ومن يسيطر على حلب بيقدر يحط شروطه على طاولة المفاوضات. لا، على الأقل فيما يتعلق بمستقبل مش كل سوريا، في مستقبل الدولة السورية المفيدة. لا، كما يتحدث الأمريكيون وربما الإيرانيون. يعني هون يمكن أن تكون سوريا مشروع تقسيمي في مرحلة لاحقة إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو. ما بدي سمي تقسيم. اليوم الأردوغان رافض التقسيم ودخل على جرابلس ومستعد يعمل مشاكل مش والكل يعلن أنه يريد سوريا موحدة. إيه يعني. بس خليني أقول شغلة. لا، مش الكل في يعلن. العلن عم نحكي. مش الكل يعلن، بالعكس. بوتين قال من زمان، من أدار، ببداية أدار الماضي قال بوتين شغلة كتير واضحة، ما في حل بسوريا إلا بالفيدرالية. وخلينا نتذكر اللي حصل بشكل كتير أساسي بمنبج وثم في الحسكي، والناس بينسوا. في منبج كان الطيران الأمريكي هو الذي يقصف أمام الأكراد، ثم في منبج كان الطيران الأمريكي هو الذي مهد الطريق لاستيلاء الأكراد على الحسكي، وحدات الشعب، وحدات حماية الشعب الكردي تحديدا. مين اللي عمل الاتفاق في الحسكي بين النظام وبين الأكراد؟ الروس. الروس فاوضوا القصة، طلعوا النظام برا وحطوا الأكراد وسلموهن الحسكي. ولكن بقيت الإدارة يعني وهيك بيد النظام السوري. بهذا الاتفاق يعني سلموا الناحية العسكرية، ولكن لا، أنا بريد أقول كل هالكلام لأوضح إنه في نوع من تقاطع بالموقف السياسي الأمريكي الروسي فيما يتعلق بفيدرالية سوريا. نعم، لانه تجهز الارضيه يعني من خلال الميدان. بوتين كان كثير صريح وواضح وقال انه ما في حل الا بنوع من الفيدرالية، وانا ادعو المفاوضات في جولتها الثالثه، نقل الكلام بأدار الماضي على عشيه مفاوضات بجنيف الثالثه، انه اتمنى انه يقدروا يتوصلوا الى اتفاق ينهي النزاع على اساس قيام نوع من الفيدرالية الموسعه. لانه ما بدنا نحكي بالتقسيم، بدنا نحكي بالفيدرالية. فيدرالية على غرار ما حصل تحديدا سنة 1974 بالجزائر مع صدام حسين والأكراد، لما أعطيوا الحكم الذاتي في أربيل ومناطق شمال العراق. ولكن هون يقال أن الموقف التركي، أن هون الأمريكان والروس يقفون عند الموقف التركي ويأخذونه بالاعتبار أنه تركيا لا تقبل بأن يكون هناك تركيا
ككردستان العراق يعني على حدودها. ما هي القصة وأن الأمر سينتقل إليها لاحقا. تركيا واضح لأنه وقت اللي شافت أنه راحت منبج وراحت جرابلس وكان في نوع من الاتجاه إلى الانتقال إلى جرابلس من الحسكة إلى جرابلس، دخلوا بدباباتهم ومع المعارضة السورية وسيطروا على جرابلس وساعدهم طيران الأمريكي. صحيح. كمان لازم نتذكر أنه الأمريكان عم بيلعبوا دور مزدوج. الأمريكان بيعوا الأكراد، هذا ما سمعناه يومها. يعني ربما الناس فسرت أنه هذا بيع الأمريكاني بيع الأكراد. أنا باعتقادي أنه الأمريكاني كان عم يشتغل سياسي مع أردوغان على خلفية الخلاف اللي كان نشأ بيناتهم فيما يتعلق بموضوع فتح الله جولن وتسليم فتح الله جولن وعدم تسليم فتح الله جولن إلى آخره. بعدين لازم ننسى أنه ما لازم ننسى أنه أردوغان راح لروسيا، وأردوغان تاني دولة بحلف الأطلسي. لما بيروح عند روسيا وبتفاهم مع الروس، الأمريكاني بيهمه شوي يسترجعوا وبيهمه شوي كمان يحلوا مشاكله، مشان هيك بيساعدوا في جرابلس. لكن هذا لا يعني على المدى البعيد أنه إذا كان في مشروع حقيقي متفق عليه دوليا لحل مشكلة سوريا بالفيدرالية، وأنا بعتقد أنه هذا حل مشروع جيد. بس برأيك موجود جديا هذا المشروع؟ أنا بعتقد أنه هذا المشروع هو الأكثر قابلية للحياة لسبب كتير بسيط. اليوم كاري بيقول في بسوريا 450 ألف قتيل لحد الله. طيب حتى يرجع الرئيس بشار الأسد يعيد سيطرته بمعاونة الروس والإيرانيين على افتراض على كل سوريا، أنا بدنا نحط كمان 450 ألف قتيل وفي يحكم سوريا في ذلك الوقت بعد كل ما تحول مقبرة تاريخية وأسطورية من هذا النوع؟ لا، مش ممكن. مش هناك الحل واضح وبسيط ومفتوح. خيمانه نوع من الفيدرالية. بس كيف بيصير فيدرالية؟ يعني فيدرالية بيصير فيها نوع عمليا يعني كيف تترجم هذه الفيدرالية؟ تترجم ليش عم بيصير قتال بحلب؟ لضم حلب إلى الشريط الساحلي لاذقية وحمص ودمشق، وهول بيصيروا دولة الدولة المفيدة، دولة الساحل المفيدة للإيراني وللروسي، يعني دولة العلويين بنحكى فيها كثير. بينعمل بالشمال للشريط الكردي، مش بالضروري ينعمل دولة، بنعطى نوع من الحكم الذاتي مثل ما حاصل بأربيل، مثل ما حاصل بشمال العراق. بيبقى الجنوب اللي هو في نوع من الفوضى غير واضحة، أنا بعتقد أنه بيخدم الإيراني وبيخدم الروسي وربما يخدم الأمريكاني، أنه بده يخلق نوع من الفوضى في القتال بين السنة على حدود الأردن جنوبا وعلى حدود العراق شرقا وصولا إلى المملكة العربية السعودية. يعني أن هذا التصور هذا بيأذي؟ أنا ما بعتقد يأذي. يعني ممكن يوصل له. نعم. هلا معركة الموصل. لكن عمليا اللي حاصل بسوريا، اللي حدا بتصور إنه رايحين على وقف إطلاق نار مثل ما رجعوا يحكوا الأمريكان طيب نحن منكون بوقف إطلاق نار، منخربه وبعد 24 ساعة منقول لا مستمر. طيب حشو يضحكوا على الناس؟ طيب يعني ما في حد أدنى من المنطق. يعني ماتت الهدنة وسقطت، وسقط وقف إطلاق النار، وسقط الاتفاق الذي طبعاً أعلن عنه مؤخرا بين الروس والأمريكيين. يعني لولا شو صار الاتفاق؟ شو تفاصيله؟ ما حدا بيعرف شو تفاصيله لحد هلا. لا الأمريكاني بيقول ولا الروسي بيسرب ولا والنظام ما بعرف إذا بيعرف. إذا النظام لو بيعرف كان قال. ليش الإيراني ساكت على الموضوع؟ شو الإيراني بكل مخابراته العظيمة مش قادر يعرف شو صار؟ لا بيعرف شو صار. المعارضة السورية مش قادر تعرف شو صار؟ المعارضة السورية أنا سمعت تصريحاتهم بكل تلفزيونات العالم أبدا ما معنا خبر شو صار. كيف بيصير اتفاق عن يعني يتعلق بموضوع أساسي بيقرر مصير حلب من دون معرفة أي حدا من الأطراف السوريين على الأقل، بالوقت الأمريكاني والروسي بتبارزوا بالحديث عن حقوق الشعب السوري؟ شو هالمسحة هيدي؟ كل حال رئيس أوباما بيقول على قبور السوريين ستنا. نعم، بيقول رئيس أوباما بالأمس لا يمكن تحقيق نصر عسكري حاسم هذا كلام عم بيقولوا سوريا، بل علينا ان نبذل جهود دبلوماسيه حثيثه بهدف. لمين عم بيقولوا هالكلام؟ عم بيقولوا لبوتين، لانه اللي اجى دعم الحل العسكري في سوريا وراهن على الحل العسكري بالاساس ودعم النظام بالاساس بوتين. ايه ما في حل عسكري في سوريا، لو في حل عسكري بسوريا وصلنا لحل عسكري بسوريا، وبيعرف الروسي تماما انه انا فت باربع اشهر ودعم الحسم عسكري في سوريا، ثم فجاه اكتشفنا انه عم يستعمل قواعد في إيران لحتى يقدر يأثر على المجرى المعركي في حلب. لا مش قادر الروسي يعني يتورط أكثر من هيك. يعني إذا كان الأمريكاني، إذا كان أوباما، وقال أكثر من مرة بتصريحاته بمقابلاته أوباما أنه تركوه يشنق حاله في سوريا لبوتين، يعني أنه مستنقع هذا، أنه شو
هيك يعني هاي فيتنام روسيه حقيقيه سوريا يعني ما بدنا نطلع منها منتصره اليوم يعني. استاذ راجح يعني الانظار تتجه الى معركه الموصل والكلام انه كل المسلحين مسلحي داعش سيخرجون من العراق ويتجهون او ينسحبون نحو الداخل السوري، برايك من شان هذه المعركه ان تغير شيئا ما في الميدان يعني او ان تعقد الامور اكثر في سوريا اذا ما لجا داعش بكل عناصره الموجوده في العراق الى هذه فرضية قرأت أنا في أحد الصحف يعني متوسع فيها وشرحتها وكذا أنه طبعا في تحضير لتحرير الموصل وأنه تحدد تشرين الثاني لبداية المعركة لتحرير الموصل وأنه داعش حفر خنادق بعرض مترين حول كل الموصل وتركت ممر وملأ بالوقود وكذا حتى يعني يشوش على الطيران مثل ما عمل صدام حسين وقت اللي صار بال 2003 نزول الأمريكان. أضف إلى ذلك أنه عملوا خندق بعرض مترين لحتى يفتحوا مجال الهروب باتجاه سوريا يعني ولا يجوا على الرقة. طيب هذا نوع من التحليل، هل سيحصل هالشيء؟ من المبكر أن نقول الأمر يعني هل سيتمكن هالتكتيك العسكري المعمول على الأرض أنه ينتصر على كل الطيران العسكري الأمريكي وعلى التحالف اللي داخل في المعركة وعلى الاكراد اللي داخلين في المعركه؟ هو مش رح ينتصر بمعركه الموصل ولكن رح يهربوا الفكره يعني انه يجوا كمان الى سوريا طيب لمزيد من التحقيق. هي معركه انت عم تفترضي انه رح يقدروا يهربوا ربما ما يقدروا يهربوا هي معركه انا ما بعرف شو بصير على الارض لانه اللي بده يقاتلهم في الموصل بده يقاتلهم مجموعه كبيره من القوى يعني الامريكاني والتحالف الاكراد بده لهم دور كثير اساسي يعني من شمال العراق الحشد الشعبي الجيش العراقي في قوى كبيره بدات تقتلهم يعني. نعم، بالنسبه للموقف الامريكي يحكى كثيرا خصوصا يعني بعد الضربه هلا الاخيره لطيران التحالف على الجيش السوري، موقع الجيش السوري في دير الزور، انه هناك تباين وخلاف بين البنتاغون ووزاره الخارجيه الامريكيه. جدا. ما هي معطياتك يعني حول هذا الخلاف وكيف يترجم؟ جداً. خلاف حول ماذا بالتحديد وما هي اسبابه؟ خلاف حول كل سياسه اوباما من اوكرانيا الى سوريا. انه اوباما من 2013 وقت اللي صار في الضربه على الغوطتين وقال انه انا بدي اعطيه درس لبشار الاسد لانه استعمل السلاح الكيماوي ثم لحس كل هذا التهديد وكل هذا الموقف وتعامى عن المذبحه القائمه في سوريا على اساس انه بنخلص من ترسانه الاسد من السلاح الكيماوي اللي تبين انه ما خلصت كلها بعدين وسكوته وتعاميه كدولة كبرى عن هذا الأمر في أوكرانيا في سوريا أثار غيظ كبير داخل الأوساط العسكرية في أمريكا لدرجة أنه من جمعة الماضي في 88 من كبار الشخصيات العسكرية المتقاعدة وجهوا له مذكرة كثير قاسية أنه أنت بالأساس يعني في أمريكا إلى دور في على المسرح الدولي وأنت هدرت هذا الدور هذا كلام وإلى حد ما في خلاف برزت ملامحه من سنتين بين كيري وزير خارجيته اللي مرت كيري صديقة مرت بشار الأسد وأنا بعرف هذا الأمر رغم هذا الأمر كان في نوع من خلاف بين كيري وبين أوباما حول التراخي اللي أظهر أوباما وحل مشكلة سوريا. طيب دخليك ما قالت هيلاري كلينتون بمذكراتها أنه نحن بسياستنا تركنا فراغ في سوريا بالحرف تركنا فراغ في سوريا ملأه المتطرفون بعض الناس فسروا هذا الكلام أنه أمريكا خلقت داعش أنا ما بدي أتبنى هالتفسير اللي فيه مبالغة يعني بس كان الكلام واضح نحن تركنا فراغ في سوريا ملأه المتطرفون ليش ملأه المتطرفون؟ لسبب كتير بسيط لأنه الشعب السوري كان عم يذبح من وقت اللي بلشت بدرايا بال 2011 قلقوا له صبيعا للاطفال لانه حكوا وكتبوا على الحيطان وكذا وبتعرفي سلميه 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 ظهروا سلميه وياكلوا رصاص استرجع الاخضر الابراهيمي يقول شي كلمه بس حكي بقصه الانتقال السياسي اتهموه بالخيانه في سوريا اليوم السوريين بوسينا شعبان عم تتهم بان كي مون بالخيانه طيب يا خيي بان كي مون خاين والغرب كله خاين والعالم كله خاين ومؤامره كونيه على النظام السوري، مش هيك بيقولوا؟ طيب معقول النظام السوري اللي بالاساس بالاساس انا بتذكر كلام قاله سيد حسن نصر الله ببدايات الحرب نعم قال هناك مطالب شعبيه محقه على النظام السوري ان يستجيبها لا ما استجابها
لا ما عملوا حل من البداية، لا يوصلوا سوريا والمنطقة للشيء اللي نحن فيه، ليه صارت سوريا حلبة ملاكمة لكل هذه القوى الإقليمية والدولية؟ ليش سوريا مقبرة؟ سنتابع أكثر معك أستاذ راجح لاحقا في هذه الحلقة، أيضا موضوع الانتخابات الأمريكية، يعني من سيكون له الحظ الأوفر في ظل كل هذه المعطيات اللي تفضلت وحكيت عنها. ولكن ننتقل مباشرة إلى طرابلس وافتتاح مهرجان الفيحاء للطهي ونتابع من بعده. حضرت ممثلي هيئات الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، والشكر الخاص لتلفزيون الجديد للنقل المباشر لهذا اللقاء، الزملاء أعضاء المجلس البلدي، السادة هيئات المجتمع المدني والسادة المشاركين، السيد نزار يونس رئيس جمعية قصر الطهاة، السيد محمد الزيات رئيس جمعية الإرشاد القانوني والاجتماعي. أيها الحفل الكريم، أهلا بكم في القصر البلدي في بلدية الميناء. لقد وعدت بلدية ميناء أهلها بنشاطات متعددة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وهي نحن اليوم نعلن عن إحدى النشاطات التي ستقام في حديقة المعهد الفندقي بتاريخ 27 أيلول بمشاركة الشيف جورج دبس وفريقه من جمعية قصر الطهاة اللبناني وبمشاركة جمعية الإرشاد القانوني والاجتماعي. إنني أشكر المساهمين في إنجاح هذا المشروع والداعمين له، وهم حلويات عبد الرحمن الحلاب، جمعية العزم، منتجع البالما، صحصح، بوش سكري. وغدا يوم الخميس في 22 من الجاري سيكون هناك مسيرة لليوم العالمي للسلام تنطلق من سنترال الميناء إلى القصر البلدي ويتبعه مهرجان في القصر البلدي. وكنا قد أقمنا في الأسبوع الماضي سوق الطيب بمشاركة جمعية سوق الطيب وجمعية ليف لاف بيروت وري براندينج تريبولي. إن المجلس البلدي سيتابع نشاطاته في المدينة وسيساهم في إعادة صورة الميناء الحقيقية إلى ما كانت عليه في السابق، ولن نتأخر في المشاريع التي وعدناكم بها، مع العلم أن تراكمات السنوات الماضية قد أخرت في مسيرة العمل البلدي خلال هذه الفترة القصيرة من عمر المجلس. وسنسعى إلى التعاون مع مختلف المؤسسات اللبنانية والدولية لإعادة النشاطات إلى مدينتنا. كذلك سنتابع العمل مع معالي وزير التربية لإعادة تفعيل المعهد الفندقي وتشغيل الأوتيل الموجود ضمن المعهد الفندقي، الذي هو مطل على أجمل كورنيش بحري في لبنان، الذي سنسعى إلى تأهيله في القريب العاجل بالدعم والتعاون مع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لكي يكون مقصدا للجميع. وأهلا وسهلا فيكم، وبترك الكلام للأخوان. البداية بشكر، بالبداية خلص بلي. بالبداية بشكر رئيس بلدية الميناء الأستاذ عبد القادر علم الدين وأعضاء المجلس البلدي على رعايتهم مهرجانات الفيحاء للطهي، وكمان أكيد بوجه تحية لقصر الطهاة بالشيف نزار يونس والشيف دبس وفريق عمله، بقول لهم يعطيكم العافية والطريق طويل بعد كثير قدامكم. لما بدي أحكي عن الميناء بتذكر سمكتها الحرة، مش بس إنها رست فيها أساطير الفاتحين ومنها انطلقت كلمة النور وحروفها الأبجدية، وإنها لقبت بمدينة الموج والأفق، وتم وصفها بقبلة المتنزهين وملاذ الرياضيين والمتأملين، عدا عن مساجدها وكنائسها يلي بتدل على رموز العيش بين الأديان. وما في يحكي عن الميناء من دون ما اتطرق لمطاعمها والنكهات المميزة والمختلفة بين مطعم ومطعم، ليقدموا لزوارهم أشهى أطباق السمك الطازج، الأمر يلي جعلها مقصد وجاذب سياحي نظرا لشهرتها الواسعة يلي اكتسبها على مر العصور. ما بقدر ما أحكي عن أهلها وابتسامة أهلها المحببة المصحوبة دايما بكلمة صحتين. الميناء رغم كل شيء عم بيصير بالبلد من تجاذبات يلي عم بتدور بهالوطن، قادرة بمحبتها ومحبة أهلها وإصرارهم وإرادتهم وعزيمتهم تلعب دور وطني جامع على كافة الأصعدة،
وقادرة كمان على تحطيم الأرقام القياسية بمختلف المجالات. كرمال هيدا كله كان إصرارنا تنطلق أولى مهرجانات قصر الطهاة اللبناني بالشراكة مع جمعية الإرشاد القانوني والاجتماعي من المينا. ومن هون من بلدية المينا بحب أقول سمكتنا حرة طرابلسية، سمكتنا بلدية، حنسجل أرقام قياسية. وبترك الكلام للشيف نزار يونس. من طرابلس نعود من جديد إلى استوديوهاتنا مشاهدينا، واسمح لي استاذ راجح ننتقل لشاهد جولته اليومية على الصحف ومنتابع من بعدها. شكرا كاترين. بداية هذه الجولة على الصحف ستكون من صحيفة السفير، والتي كتبت اليوم: القضاء يتجرأ ملاحقة المر ويوسف. استطاعت الدينامية التي أطلقتها لجنة الاتصالات النيابية أن تلامس ما يعرف بالرؤوس الكبيرة بعدما اعتاد اللبنانيون في تجارب سابقة على حصر المساءلة والعقاب بالرؤوس الصغيرة التي غالبا ما يتم تحويلها إلى كبش محرقة تطوى معها ملفات الفساد وتقفل بالشمع السياسي الأحمر. التخابر الدولي غير الشرعي رتب على الدولة خسائر بقيمة 60 مليون دولار تقريبا، أما امتناع أوجيرو عن بيع الساعات الدولية لشركتي الخلوي اللتين لجأتا إلى شرائها من القطاع الخاص فقد أدى إلى هدر تراوح بين 35 و40 مليون دولار في السنة الواحدة. وقال المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للسفير إنه ثبت بموجب التحقيقات التي أجراها أن هناك مسؤولية تقع على رئيس مجلس إدارة MTV ميشيل جابرييل المر وشركة ستوديو فيجن بتهمة التخابر غير الشرعي، ما استوجب الادعاء عليه، مشيرا إلى أنه كان قد استمع إلى المر الذي قدم توضيحات وتفسيرات لكنها لم تكن مقنعة ولم تغير في قناعتي بأن هناك أمورا غير سليمة. وأوضح أن هذا الملف أحيل القاضي المنفرد الجزائي في المتن والذي يعود إليه أن يصدر الحكم المناسب، فإما يمنح المر أسبابا تخفيفية إذا وجد موجبا لذلك، وإما يتخذ بحقه العقوبة المناسبة التي تصل في حدها الأقصى إلى السجن 3 سنوات. وأكد أنه انتهى من التحقيق في ملف الإنترنت A1 بعدما استمع إلى المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ووزير الاتصالات السابق نولا السحناوي وعدد من موظفي وزارة الاتصالات، كاشفا عن أنه توصل إلى قناعة بضرورة الادعاء على يوسف، وأنا أنتظر الرد من الوزير بطرس حرب على طلب الإذن بملاحقته للمباشرة في الادعاء عليه. ومن الشق القضائي في صحيفة السفير إلى الشق السياسي، وما كتب اليوم: عون ينتظر الجواب النهائي من الحريري. أبلغت مصادر واسعة الاطلاع السفير أن الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح مكانه برغم كل الضجيج الحاصل، وأن جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل وأمل مساء أمس لم توحي بإمكان انتخاب الرئيس في 28 أيلول. وأشارت المصادر إلى أن الأمل في أن يتطور موقف الرئيس سعد الحريري إيجابا حيال ترشيح عون هو ضئيل جدا، لافتة الانتباه إلى أن المستقبل يجد في اعتراض الرئيس نبيه بري على انتخاب الجنرال مهربا له يسمح له بتخفيف المسؤولية عنه. وفيما تردد أن عودة الحريري إلى بيروت باتت قريبة جدا، قالت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر للسفير إن عون ينتظر أن يصله الخبر اليقين في شأن خيار الحريري خلال 48 ساعة المقبلة حتى يبني على شيء مقتضاه، موضحة أنه سيحسم أمره بعد انقضاء هذه المهلة، فإما تتحقق معجزة التسوية الميثاقية وإما تبدأ رحلة الشارع في أواخر الشهر. وحول رحلة الشارع التي ذكرت في آخر هذا الخبر، أبدأ من صحيفة اللواء وتحذيرات أمنية وتحذير أمني لعون: العبث بالشارع خط أحمر. تبخرت أحلام التفاؤل العوني بإمكان أن تكون جلسة 28 أيلول خاتمة أمال الانتظار بأن يكون النائب ميشيل عون على رأس الجمهورية. وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر للواء أن لا تراجع عن قرار التحركات الاحتجاجية في الشارع، وقالت هذه المصادر إن التصعيد قادم حتى النهاية، والاجتماعات المقبلة للتيار ستحدد ماهية التحرك وشكلها وتفاصيلها النهائية، نافية أن تكون اتصالات معينة قد قامت لإنهاء التأزم الحاصل. وعلى هذا الصعيد علمت اللواء أن القوى الأمنية أبلغت من يعنيه الأمر أن العبث بالشارع غير مسموح به، سواء قطع الطرقات أو حجز حرية انتقال المواطنين أو الاعتداء على الوزارات والإدارات العامة. وقد نقل هذا التحذير إلى المسؤولين في التيار الوطني الحر نظرا للمسؤولين
المخاطر المحدقة في البلاد مع عودة التهديدات والمخاوف من عمليات أمنية تستهدف الاستقرار، وأن الأمن خط أحمر. وفي هذا المجال أيضا نصب إلى الرئيس بري تنبيهه إلى خطوة اللعب بالشارع، داعيا التيار العوني إلى إعادة النظر في قرار التصعيد. وأتابع هذه الجولة وأصل إلى صحيفة النهار وما كتبه إبراهيم بيرم، ما الذي دفع حزب الله إلى إطلاق رسائله المكثفة في شأن الرئاسة الأولى؟ وفي التفاصيل في المعنى الأعمق من خطاب حزب الله المستجد، ثمة من بدأ يتلمس اشتباكا سياسيا أكثر جلاء بينه وبين حليفه الرئيس نبيه بري في شأن الرئاسة الأولى، إذ في مقابل هذه المجاهرة ذات الطبيعة الإصرارية من جانب رموز الحزب على التمسك بعون وقفل الطرق على ما عداه، كان لافتا حملة الانتقاد اليومية التي دأب بري على إطلاقها لنهج عون ولرفضه المعلن بلوغه قصر بعبده وأعلانه الانحياز إلى المرشح النائب سليمان فرنجية. من المعلوم أن الحزب يبدي انفتاحا حيال هذا الأمر في الأوقات العادية، أما عندما يستشعر أن في الأفق معطيات مستجدة وتغييرات خارجة عن سياق المألوف، فإنه يكون ساعة إذن مضطرا إلى تكثيف الرسائل، لا سيما أن الأمر المختلف عليه يندرج في سياق ما يسمى قضايا استراتيجية وخطوطا حمرا لا يتهاون الحزب في شأنها. وبحسب تقاطع أكثر من معطى، فإن نقاشا خفيا يدور في أوساط بري والحزب حول أبعاد العودة إلى خيار احتضان الرئيس الحريري ودعمه لجبه الحملة المتواترة عليه من بيته الذي بات بمنازل متعددة. لذا وفي مقابل دعوة الرئيس بري المتكررة إلى احتضان زعيم المستقبل وتقديم كل أسباب الدعم والرفض له باعتبار أنه لا غنى عنه لبناء شراكة سياسية مضمونة، فإن المعنيين في الحزب صاروا أقرب إلى هذه الفكرة من أي وقت، بدليل ما قاله السيد نصر الله في إطلالته في بنت جبيل في آب الماضي، إلا أنه يشترط أن يقدم الحريري عربونا وضمانة، وهي الاستقرار نهائيا على خيار عون رئيسا ومواجهة تحديات الالتزام بهذا الخيار وأثمانه، ومن ثم الانطلاق في بحث جدي عن خيارات ما بعد ذلك، خصوصا لجهة الحكومة المقبلة وبيانها وموضوع قانون الانتخاب. وإذا كان بري قد أعطى موافقة عملية على ذلك من خلال قوله أخيرا بأن لا رئيس قبل البحث سلفا في تفاصيل ما بعد الرئيس ونسج تفاهم حوله، إلا أنه ما زال عند الآن عند اعتراضه على بلوغ عون صدة الرئاسة الأولى ويسعى لتلافي تجرع هذه الكأس التي يستشعر سلفا مررتها وعلقميتها. وأصل في ختام هذه الجولة على الصحف إلى صحيفة الجمهورية، أيام حاسمة في السعودية. وكتب أسعد بشارة: ما لا يعرفه كثيرون أن ملفا أكثر أهمية يتقدم لدى الحريري على ملف التسوية الداخلية، وهو ملف ترتيب علاقته بالمملكة العربية السعودية التي يفترض أن يلتقي قيادات رفيعة فيها في الأيام المقبلة، فإن العلاقة السعودية الحريرية تبقى الأساس، ومنها تولد النتائج السياسية وتحسم الخيارات. فإذا كان خيار الحريري الاستمرار، فهذا سيتم بدعم سعودي على كل الصعد، وهذا سيترجم سواء سلك طريق التسوية أو قرر المواجهة، ولكل من الخيارين أدواته. ما يبدو حتى الآن أن هناك قرارا سعوديا بإعادة تقديم الدعم للرئيس الحريري، لكن وفق قاعدة ومعايير وشروط سيتم تحديدها بالتفاصيل، وهي تعالج كل الملاحظات في الأداء والخيارات، كما تتطرق إلى النظرة إلى فريق العمل وغير ذلك من التفاصيل. يبدو الحريري أمام مفترق طريق حاسم، فالسير بانتخاب عون سيعني عودته إلى السرايا، وربما تحصل خطوات مهمة إذا ما أرفق ذلك بدعم سعودي سيترجم على شكل مساعدات حيوية في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة لتسهيل مهمة الحريري. لكن كل ذلك يبقى مرتبطا بطبيعة خط التعويم السعودية، وتحديدا إلى النظرة السعودية لمستقبل الحريري ودور الطائفة السنية، وهذا عامل مؤثر في اتخاذ القرار بالسير في التسوية أو الذهاب إلى المواجهة، ولكل من الخيارين كلفته وأدواته، مع العلم أن العلاقة المتفجرة بين المملكة وإيران مرشحة لمزيد من التصعيد، وهذا عامل له تأثيره الحاسم في استبعاد التسوية. ومع هذا الخبر من صحيفة الجمهورية أصل إلى ختام جولتنا على الصحف. عودة إلى الزميلة كاترين حنا وبرنامج الحدث. شكرا لك شادي. بننتقل مباشرة إلى رياض الصلح وزميل آدم شمس الدين للوقوف على آخر أخبار اعتصام قطاع النقل البري. صباح الخير آدم، تفضل.
صباح الخير كاترين. نعم يعني منذ الساعة السابعة صباحا حتى الآن يستمر الاعتصام الذي نظمه اتحاد النقل البري، وذلك احتجاجا على المناقصة، مناقصة الميكانيك والتي أعطيت لإحدى الشركات الخاصة. يعني منذ الصباح الباكر قام أصحاب الشاحنات ويعني السائقين العموميين بإقفال عدد من التقاطعات أو المستديرات الرئيسية في بيروت وأيضا في عدد من المناطق اللبنانية، ما تسبب بزحمة سير خانقة مستمرة حتى الآن. يعني نحن ننتظر وصول رئيس اتحاد نقل البري بسام طليس لإلقاء كلمة وعلى إثرها رفع الاعتصام. نعم. وتحديد يعني ما هي الخطوات التصعيدية اللاحقة التي يمكن أن يتخذها اتحاد النقل البري. ولكن قبل الكلمة معي الآن نقيب الصهاريج في لبنان فادي أبو شقرة، يعطيك العافية أول شيء. ليش بعد ما نفك الاعتصام؟ ويعني كنتوا سبق وعملتوا مظاهرة بخمسة أيلول وعم ترجع وتعيدوها اليوم، شو الخطوات التصعيدية وشو المطالب؟ منحييك ومنحيي المشاهدين ومنعتذر من كل مواطن اليوم علق بعشقة سير، سببنا له عشقة سير، نحن منا شغلتنا نقطع طرقات ونعمل عشقة سير، نحن وقفنا اليوم على الدورة على يمين الطريق، بس للأسف في بعض مناطق صار في قطع طرقات، نحن منعتذر من كل المواطنين اللبنانيين اليوم لهذا النهار، بس نحن مطلبنا صلنا فترة طويلة عم نطالب اليوم بإلغاء زيادة الرسوم على المعاينة الميكانيكية، لأنه هيدي مهزلة اليوم زيادة الرسوم، ما في شيء تغير بلبنان اليوم ليزيدوا الرسوم، وخاصة نحن كشاحنات وكسهريج، اليوم ما ندفع مرتين بالسنة، ليه شو اللي تغير؟ وسيارات صغيرة من 30,000 لل 45,000 وزيادة كمان TVA، هذا الشيء حرام، اليوم المواطن منه قدران يدفع رسوم، لأنه ما في شيء تغير، اليوم بلد يبدو أن الاتصال انقطع بالزميل آدم شمس الدين. أعود إلى ضيفي في الاستوديو أستاذ راجح خوري. أستاذ راجح طبعا يعني بعدنا شوي عن الحديث كنا عم نحكي عنه مرق وقت، ولكن كنا قليل ما نحكي عن الانتخابات الأمريكية وما هو مرتقب من هذه الانتخابات، خصوصا وأنه مقالتك اليوم تحت عنوان داعش داخل العازل الانتخابي وتشير إلى بعض المعطيات التي قد تصب في مصلحة وفي خدمة المرشح دونالد ترامب. تفضل. يعني باختصار آخر ثلاث أسابيع بالمعركة الانتخابية أو أربع أسابيع بالمعركة الانتخابية بأمريكا يبدو أنه يعني ترامب على رغم يعني طروحاته العنصرية والمتوترة والمعروف شو هي واللي فيها عدائية تجاه الملونين أمريكا اللاتينية وتجاه المسلمين، معروف في قصته يعني، يبدو أنه سجل تقدم ملحوظ جدا على خلفية ثلاث أمور أساسية. الأمر الأول وقت اللي كلينتون وصفت كل مؤيدينه بأنه مجموعة من البؤساء أو التعساء، وما بعتقد أنه في حدا ببلد ديمقراطي مثل أمريكا له حق يقول عن شريحة كبرى بالملايين أنها يعني مجموعة من التعساء والبؤساء، ورجعت اعتذرت بالمناسبة عن هذا الكلام. الأمر الثاني وقت اللي راحت بال 9/11 بالتسعة أيلول على ذكرى الهجمات وأصيبت بنوع من الإغماء ونقلت، وكان سبق هذا الأمر بيان للإف بي آي بيقول أنه هي صار عندها تخثر بالدم وصار أصيبت بالإعياء أكثر من مرة وعندها مشاكل صحية. لما حصلت الحادثة وما قدرت تكفي المؤتمر كمان، هذه أثرت بشكل كتير أساسي على شعبيتها، على خلفية اقتناع ضمني عند الناخب الأمريكي أنه ربما يعني تكون غير قادرة على تحمل مسؤوليتها كرئيس جمهورية. وأنا بتذكر أنه ترامب أخذ موقف شوي مختلف عن سلوكه لما قال يعني ما استغل الحادث وتمنى لها الشفاء، ولا أنه متمنى أنه تلاقى بالمناظرة. طبعا في ثلاث مناظرات أساسية بقى تحصل قبل الانتخابات اللي بتتم بيوم ثلاثة بثمانية تشرين تاني تحديدا الانتخابات الأمريكية. من الآن حتى ذلك التاريخ في ثلاث مناظرات بتصير بين كلينتون وبين ترامب، مناظرات علنية حتى المواطن الأمريكي يعرف وين بده يروح. لكن خلف عشية هذه المناظرات آخر الإحصاءات 51% ترامب 49% تراجعت كلينتون. شغلي مخيف هون الهجمات اللي عم تحصل كمان. هلا العنصر الثالث، ايه ما هو انا واصل لك. العنصر الثالث ومشان هيك انا عم اقول داعش في العازل الامريكي. يعني من امبارح الاحد صار في ثلاث احداث، صار في حدث في مانهاتن،
صار في حدث بنيو جيرسي وصار في حدث بمحل آخر وقت اللي كشفوا حقيقة ظاهر فيها يعني متفجرات وإلى آخره. هالثلاث أحداث هيدي على خلفية ما حصل في كولورادو وقت اللي 50 قتيل ومية جريح وهالمشاكل اللي حصلت وذكرى 9/11 وإلى آخره عم تعطي نوع من الذخيرة لحملة ترامب الانتخابية لأنه عم تعمل نوع من الشعبوية والعصابية. هذا يلي انتقدم امبارح بخطابه الرئيس اوباما الشعبويه اليمينيه يعني مثل ما سميها. ايه شعبويه يمينيه لكن هاي ظاهره موجوده عم تعاني منها اليوم ميركل بالمانيا عم يعاني منها هولندا بفرنسا عم يعانوا منها في النمسا عم يعانوا منها وين ما كان لسبب كثير بسيط لانه في نهوض نوع من اليمين المتطرف في وجه الاعمال اللي حصلت على يد داعش سواء في فرنسا او في لندن او في غير محلات. مشان هيك العنصر الثالث نتصور بكره يوم 8 يوم الثلاثاء 8 اذار 28 ثاني الناس رايحه تنتخب في الولايات المتحده الامريكيه يطلع انفجار بمعين لو من مين بده يصوتوا الناس؟ لترامب حتما بده ياخذ قصه اساسيه في التصويت. مشان هيك انا عم اقول انه المناخ العام للاسف يعني انا صرت حاضر اكثر من او مواكب أكثر من انتخابات رئاسية بأمريكا، هذه أتعس انتخابات في تاريخ أمريكا. لسبب كثير بسيط، لأنه ما صار فيها نقاش عميق مسؤول، هذه دولة اسمها أمريكا، هذه أمبراطورية أساسية في العالم. ما صار فيها نقاش حول السياسة الخارجية بمعناها الحقيقي، ما صار فيها نقاش حول الأزمة الاقتصادية، في أزمة اقتصادية بأمريكا. كل النقاش شخصي يقوم على التهجم، يقوم على إثارة المثالب الآخرين، يقوم على التراشق بين كلينتون وبين ترامب بمواضيع كثير شخصيه. طيب الناخب الامريكي مش هي اللي ناطره وخصوصا انه في نحن بالعالم اليوم ازمات كبرى. مشان هيك عم يستغل داعش موضوع الارهاب بشكل كثير اساسي بالوقت اللي صوت كلينتون خافت اضافه الى موضوع الصحي والى اخره. نعم. ولكن يعني اذا ما صحت هذه القراءه يعني وفعلا نجح دونالد ترامب في الوصول إلى رئاسة الجمهورية في أمريكا، كيف سيكون عليه المشهد هون والسياسة؟ وهل سيبقى ملتزما بما يقوله في حملاته الانتخابية في طريقة التعاطي مع الدول ومع في السياسة الخارجية؟ لا، أولا خليني أقول لك أنه كان وليد فارس مستشار للشؤون السياسية اللي كان عندنا بلبنان نعرفه صديقنا. نعم. وليد يعني وكل لبناني بعرفه، هو مستشار للشؤون السياسية الخارجية، كان امبارح في الأزهر واجتمع مع مسؤولين في الأزهر، بمعنى أنه ترامب عم بيحاول هيك يمد خطوط ويعمل نوع من الحوارات مع جهات إسلامية لا صدقية وهي مرجعيات في العالم الإسلامي. بس هذه العنصرية بخطاب وين بدها تصب بعدين لحظة. يعني بتخلى قبل ذلك الوقت راح للمكسيك وكل حملته الأساسية على المكسيكيين. صح. اللي دخلوا أنه بده يعمل جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وبده يدفع المكسيكيين تكاليف هذا الجدار. راح على المكسيك. طيب هذا يعني نوع من الطرح الشعبوي لما بيوصل للسلطة هل بيقدر يستمر بهذا الطريق؟ هل بيقدر يدفع أمريكا بهذا الطريق؟ خليني أذكرك شغلة كتير بسيطة بتاريخ أمريكا. مرأة رؤساء أمريكان أقل ثقافة ويعني قدرة على تحمل المسؤولية من ترامب، واللي بيحكم يا أمريكا بنهاية الأمر مش الرئيس، السيستم. في شيء اسمه سيستم، في شيء اسمه نظام، في شيء اسمه مستشارين، في شيء اسمه لجان، في شيء اسمه يعني امريكا ما بيحكمها شخص، اللي بيحكمها نظام معين بيحكم الشخص. مشان هيك هلا بتقولي لي ترامب بطروحاته غير مقبول وبغيض وكريه بالنسبه على الاقل للعرب والمسلمين. هذه العنصريه العلنيه يعني العنصريه بالخطاب. لكن بتقولي الامر مصالح امريكا بدأت تحكم ترامب وغير ترامب يعني سيتعاطى الواقعيه انه يمشي بالخط اللي بيخدم مصلحه امريكا. نعم. هذا يعني اسمح لي استاذ راجح توقف مع فاصل اعلاني في هذه الحلقه ومن بعده ننتقل للوضع الداخلي وهذا الانشغال يعني. بجلسه 28 ايلول هل يعني ينتخب فيها العماد عون رئيسا للجمهوريه او ينتخب غيره او تخرج بدون اي نتيجه كسابقاتها؟ خلينا نمرق شوي على الامم المتحده وكلام الرئيس سلام امبارح كمان لازمه اللاجئين. لا طبعا نعم يعني نعم بعد الفاصل منتابع خليكم معنا.
بنتابع مشاهدينا القسم الاخير من هذه الحلقه مع استاذ راجح خوري. بدي بس اشير انه بلشوا يعني المعتصمين يوصلوا الى ساحه رياض الصلح حيث التجمع هناك وكلمه بعد قليل مرتقبه، ولكن بدي ادخل معكم بالشان الداخلي. مثل ما قلنا استاذ راجح، ازمه اللاجئين، خطاب الرئيس تمام سلام في نيويورك، هل يمكن ان ينقذ لبنان من هذه الازمه التي لا يمكن ان ينقذ لبنان من ازمته، أزمة لاجئين وغير لاجئين، أزمته السياسية والرئاسية والاقتصادية والأمنية واللي موجود هلا التجمع إلى آخره، إلا اللبنانيين نفسهم يقرروا يتحملوا مسؤوليتهم. للأسف ما حدا قرر يتحمل مسؤوليته. أنا سمعت الرئيس سليم امبارح وبحييه من هون وقت اللي قال ماذا فعل العالم للبنان. كتب له زميلنا الياس الدايري في النهار شو عمل لبنان لحاله معه حق 100% وربما سبقني في كتابة هذا الأمر. طب نحن شو عم نعمل للبنان؟ عملنا شيء للبنان؟ ما عملنا شيء للبنان. باللحظة اللي كان عم بيحكي فيها الرئيس سلام في الأمم المتحدة، كان وزير الشؤون الاجتماعية السيد سجعان الأزي عم بيطرح خطة أخرى، وزير العمل وزير العمل عفوا، خطة أخرى لي معالجة مشكلة اللجوء السوري في لبنان بالوقت اللي عم يحكي رئيس الحكومة عن هذه المشكلة. يا نحن دولة وحدة، يا نحن صوت واحد، يا نحن 24 فخامة رئيس. اسمح لي استاذ راجح بس ما نسمع كلمة نقابات القطاع البري، قطاع النقل البري، ومنتابع من بعدها حوارنا. الاعتصام الاعتصام والاضراب الذي عم كافة المناطق اللبنانية من بعلبك اللبي إلى الهرمة إلى زحلة إلى شطورة إلى ظهر البيدر إلى النبطية إلى سور إلى صيدا إلى جبل لبنان علي وبحمدون وقرنين. أمام هذا الوضع وفي الشمال، من الشمال الأبي، شمال السواقين والمواطنين الذين رفضوا هذه المعاينة الميكانيكية، نحن أمام هذا المد الجماهيري اللي سكرت المناطق كلها سوا وفتحناها الساعة 10 لأنه بدنا نسهل الأمور على المواطنين. ومع الأسف كان لازم على المواطنين أن ينزلوا معنا إلى الشارع، لأنه نحن 60,000 سائق عمومي وصاحب كميون وشاحنة وأتوبيس و 35,000 تاكسي و 4,000 بان. ليس نحن بس المغدورين بهذه المعاينة الميكانيكية. أمام هذا الواقع نحن عندنا مطالب. هذه المطالب هي السيارات الخصوصية والسيارات المزورة والسائقين الغير لبنانيين، وكل هؤلاء نوضع فوقهم كمان قانون السير الجائر الذي عملي يجني أموال لمصلحة أشخاص. فأمام هذا الواقع أخوان نحن بدنا نشكركم ونشكر الإعلام لانه انتم كفيتوا ووفيتوا بهذا المعركه هاي، ونتمنى لكم التوفيق. شو حققتوا شو حققتوا بمطالبكم اللي قلتوا اليوم لحديت كرمالها؟ لحديت هلا قدرنا نوقف المعاينه الميكانيكيه ونتجه الى الغائها. نحن ما بدنا نوقفها بس بدنا نلغيها على أن تعود إلى الدولة اللبنانية ويعود منتوجها إلى الدولة يعني اللبنانية. يعني رح تعملوا أضراب عام وشامل قريباً؟ أكثر من هيك يعني بدك تطولي بيدك. هيدا الشيء الأضراب العام هذا أولاً هذا أضراب كل لبنان، وبهذا الأضراب سنجتمع كقطاع نقل ونقيم هذا الأضراب وبعدين بنلتقي نحن وياكم وبنحكي شو بدنا. بتتوقعوا لكم يرجعوا الرسوم؟ يعني بتتوقعوا يتجاوبوا معكم؟ والله الرسوم نحن كلها بدنا اياها اذا بتروح لخزينه الدوله. بس المسؤولين زادوا الرسوم. ما زاد لحديت هلا ما زادوا شيء. في اتجاه يعني. اذا الاتجاه للزياده بدهم يلاقوا اضرابات ومظاهرات. يصير في
سعيد اذا اقرت يعني نعم. حتى الساعه لم تقر اذا في ما اقرت ما واقفه وقفت واقفه حتساعده طولوا بالكم اكيد اكيد رح نساعد بدي طبعا بدي يعني بدك اكثر من هيك بدك اضراب من 6 ل 6 يعني تكرم عينك بس أوكي. اذا اقروا هذه الميكانيكيه نحن ساعتها بدنا ننزل على الشيء ونسخر الشيء اذا سمحت اليوم شو تحقق من مطالبكم يعني اليوم انتم شو حققتوا قدرنا نوقف هذه المعاينه الميكانيكيه بطلب من مجلس شورى الدولي من ديوان المحاسبه اللي وقفوا من 5 ايلول يعني بعدها واقف يعني بعدها واقف ما في شيء لا ما في شيء يعطيك العافيه تلافيا لهالموضوع نحن اليوم نحن هيدا اعتصام رمزي اللي شل الحركه بكل لبنان نحن ما بدنا زيادة على المعاينة الميكانيكية بيدفعنا الرسم اللي عم ندفعه كل سنة الرسم اللي عم ندفعه كل سنة لا بدنا نروح بقى بالراشد إذا عملوا زيادة رسوم رح تساعدوا نحن هلأ بعد هالاعتصام رح نعمل اجتماع في حال ما حدا حكي معنا وما حدا رجعنا تيلغوا هالاشياء ويرجع لخنف الدولة رح نعمل اجتماع كلنا سوا النائبات ونعلن اضراب عام لانه هذا ما انه اضراب هذا اعتصام سميناه نحن انا اليوم بعد هلأ من شي ساعة اجاني اتصال من العميد من قبل اللواء بصبوص العميد اسمر من اللواء بصبوص يسألنا شو مطالبنا نحن وشرحت له يون وقلت له هيدا مش مطالب نحن خاص بالنقل ان كان شاحنات او سيارات صغيرة او بسيط لا رح يدرسوا الموضوع وشوف شو بدنا يحكونا ما وعدنا بشي ولا حدا وعدنا بشي ولكن نحن ناطرين انه حدا يحكي معنا كلنا سوا النائبات وناخذ قرار في حال ما تجاوبوا معنا رح نعمل اضراب عام ونسكر كل لبنان هاي الموضوع تفضل نحن نستمع الان الى رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس كنت عم بتقول شو بيطلع بايده اللواء خليني مش عم بقول بيطلع بايده طولي بالي خليني احكي وجاوبك على اللي قلته نعم جورج انت معي وين بدكم انا حاضر سوف نستمع الى بسام طليس رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بس حتى شوي نقدر نوسع لحتى كلنا نقدر ناخذ الكلمة اولا بدي اتوجه بالشكر لكل السائقين وكل النائبين اللي بقطاع النقل البري خاصه او تحديدا على جميع الاراضي اللبنانيه لهذا اليوم المميز يوم المطلبه يوم التحرك السلمي الهادئ اللي ما في ملاحظه على الاطلاق باي منطقه من المناطق ثانيا بدي اكد اعتذاري اللي اعتذرناه اللي قدمناه امبارح من المواطنين والسائقين والموظفين وكل الناس اللي شوي تأثروا بحركة المرور على جميع الأراضي اللبنانية ولكن لو كان في عنا دولة ما كنا مضطرين على الإطلاق إنه نوصل للي وصلنا له اليوم ونوصل للي واصلين له بعد اليوم نحن اليوم هاي الصرخة الثالثة هذا التحرك الثالث المحدود بالنسبة لقطاع النقل ومثل ما شايفوا كل اللبنانيين ومفترض إنه يكونوا شايفوا كل المسؤولين إنه هذا القطاع قطاع موحد من كل المناطق اللبنانية من كل الانتماءات السياسية من كل الطوائف اللبنانية يمثل الكل يمثل الكل واحد منا بيمثل الكل يعني هذا الاتحاد أو هذا القطاع هو الموحد المتماسك متوازك على مطالب أيضا بدي أتوجه للناس وبدي أقول لهم تحرك قطاع النقل مش بهدف مطالب محددة لقطاع النقل والسائقين العموميين المعاينة الميكانيكية تعني كل اللبنانيين صفقة المعاينة الميكانيكية تعني كل اللبنانيين قانون السير وتطبيقه الاستنسابي يعني كل اللبنانيين مش بيعني فئة من اللبنانيين أو السائقين العموميين فقط المطلوب أنه كل اللبنانيين يكونوا واقفين وقفة واحدة وثالثاً بدي أتوجه من هاي الساحة ساحة الحراك المدني وساحة العناوين اللي تحركت
بعناوين مختلفة، مشان الريحة ومشان المحاسب ومشان ما بعرف شو كذا، انه دخلكم صفقة المعاينة الميكانيكية ما إلها ريحة أبدا، ما كان إلها ريحة أبدا، ما حدا شافها، ما حدا شافها هي أبدا للصفقة، ما حدا شاف إنه فيها خلاف للقانون، ما فيها، ما حدا شافها إنه في فيها خلاف للدستور، ما حدا شافها إنه فيها تجاوز لكل الأصول والأعراف والأنظمة والقوانين، ولا منشوف بميلي وما منشوفش بميلي تانية. إحدى مجموعات الحراك كشفت عن هيدي المناقصة. المطلوب إنه كلنا سوا نكون إيد واحدة، قطاع النقل البري تحرك، قطاع النقل البري مستمر بالتحرك. المطلوب بدعي لكل هيئات المجتمع المدني، بدعي لكل النقابات، بدعي الاتحاد العمال العامل وقيادته اللي ما بعرف ليش غايبين عن السمع بهيك مطالب، بهيك قضايا بتهم الناس وبتهم السائقين وبتهم عمال لبنان وعمال وموظفين لبنان. أخيرا بدي أقول باسم زملاء النقابيين، هاي المحطة الثالثة ما خلصت. نحن من اليوم بنعلن باسم الزملاء وباسم كل السائقين ومن يرغب من اللبنانيين من هيئات المجتمع المدني، هاي الصفقة مكملين بمواجهتها لتوقف مش لتتجمد، تجمد تنفيذها. مكملين بمواجهة تطبيق قانون السير ليتطبق وفقا للأصول مش استنسابيا. مش شايفين من 482 مادة من قانون السير مع ملاحظاتنا على كتير من مواد اللي ما إلها علاقة بأرض الواقع بلبنان، ولكن مش شايفين أبدا إلا محاضر الزبط، لأنه محاضر الزبط فيها مصاري، محاضر الزبط في رصة أو 45% منها يوزعوا على أفراد مش للخزينة اللبنانية. لذلك أنا بدي أعلم باسم الزملاء من هون، نحن ب 28 يعني اليوم الأربعاء القادم سوف يكون هناك تحرك واعتصام مجددا أمام مراكز معينة وأمام مراكز مصلحة تسجيل السيارات في كل لبنان. نهار الاثنين نعمل اجتماع منحدد من أي ساعة لأي ساعة، وهذا التحرك مستمر 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 لحتى الناس ترتدع والمسؤولين يرتدعوا والمسؤولين يطبوا قانون ويشتغلوا عنه. أما بالجواب لحتى ما تقولي أنه أنا هربت من الجواب، بجواب انه شو بيطلع منه، مش قصة مش ما قلت انا بيطلع منه بمعنى انه بالاخر بالاخر نحن بنحترم وبنقدر لكل عسكري وكل ضابط بكل دولة لبنانية، لكن بالاخر هذا العسكري والضابط عنده حدود وسقف مسؤولية محدد، ما بيقدر يحل قضايا مسؤولة عنها السياسيين، مسؤولة عنها الحكومة، مسؤول عنها مجلس النواب. بالاخر الضابط او العسكري انسان ينفذ التعليمات وفقا لقوانين مرئيه الاجراء. لهالسبب قلت انا بالاخر اوكي، يعني الضابط ولا المسؤول ولا الموظف انه بتحكي معه وبيحكي معك، بس ولكن القرار النهائي والحل النهائي مش عنده. انا بقدر وصفته السياسيين بانهم يعني كاتبين على اليافطات مصاصي دماء سارقين. مين عم تقصدوا؟ مين من السياسيين؟ بس خليني مثل ما عم بتقول بساحة رياض الصلح كانت ماشي الطلبة. أوكي خليني يكون بجوابي واضح وصريح. أولا ما في حدا محدد، نحن بحركتنا وتحركنا السابق والحالي والمستقبلي ولا مرة من المرات على الإطلاق لا تناولنا شخص ولا أسأنا لشخص، نحن عم نتناوله وعم نلفت لمواقع مسؤولية. اليوم لما بينعمل صفقة للمعاينة الميكانيكية خلافا للقانون، اللي بيعرف حاله معنى هو مسؤول يجاوب ويرد. لما عم نقول انه في تطبيق قانون استنسابي، في تطبيق استنسابي لقانون السير، المعنى والمعنيين هن بيعرفوا حالهم يردوا يروحوا يضبطوا الامور. لما عم نقول انه لما بدهم زاد، ولما عم نطالب نحن بانه ان تعاد المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، إلى الدولة الهدف منها أنه تتغذى الخزينة يعني اللبنانية. يعني وزير الداخلية المسؤول عن هذا الموضوع؟ ما قصدت حدا أبدا، المقصود بيعرف حاله والمعنى مباشرة بيعرف حاله بهالموضوع. حسب معرفة ما قصدت حدا، نحن معالي وزير الداخلية بعطيت كل الزملاء النائبيين وكل قاعدين هون، أنا شخصيا والزملاء من خلال كل احترام كشخص لهذا المشروع
بكل تقدير، ولكن بالإدارات هو ولا غيره من المسؤولين لما بده يكون في أخطاء لابد من الانتقاد وتوجيه الملاحظة بالأخطاء. بعد في شغلة، نحن لما عم نقول إنه هاي المعاينة الميكانيكية يجب أن تعود إلى كلف الدولة والأساس بالقانون، لما خلص بي أو تي مفترض إنه الدولة هي مسؤولة عنه. شو هالبدعة الجديدة؟ لأنه بدنا نرجع نلزم خلافا للقانون، لا مجلس نواب، لا مجلس وزراء، لا فرشود ومجلس وزراء ولا غيره، فوق منها إنه تفضل يا شركة روحي أنت قرري السعر اللي أنت بدك إياه. نحن بدنا هيدي ترجع للدولة، حتى كمان هالمصريات اللي عم تاخذها الشركات أقله، أبعدش في داعي لأنه يصير في تمني على النواب وبتبرعوا لنا بنص معاشكم للجيش وللنقابات وللمواطنين وللموظفين، هودي لحالهم المصريات اللي عم ندفعهم للمعاينة أو عنوان المعاينة الميكانيكية يروحوا على الخزينة اللبنانية يحولوهم للقوى العسكرية والأمنية وبتنحل. بحسب معرفتنا كان عندكم من المقرر يكون كان عندكم محطة بوزارة الداخلية، ولكن كان الجواب سلبي أو قيل لكم إنه بلا موعد. ولا أولاً عم بحكي أنا على الهواء. النقابات والسائقين العموميين كرامتهم أكبر بكتير 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 من أنه يطلبوا من حدا موعد ويقول لهم لا، لا طلبنا موعد ولا رح نطلب موعد. نحن فقط في مسؤولين شفناهم، دولة رئيس حكومة ودولة رئيس مجلس النواب، نحن من وزير الداخلية ما طلبنا موعد. طيب شو قالوا لكم؟ في حدا من قبلكم قال أنه رئيس الحكومة تمام سلام بكي معكم لما بقيتوا؟ لا يعني مش لهالدرجة بالآخر يعني. أولا المجالس أولا المجالس بالأمانات، وثانيا ما بعتقد أنه دولة رئيس حكومة انه يقعد يبكي قدامنا اباته وقدام الناس. لا بمعنى دولة انه رئيس الحكومة وشكلكم كمان. نعم دولة رئيس الحكومة في امتعاض في معاناة، وهذا الامر مش سري، عم يحكي بالاعلام، عم يحكي بالمقابلات، عم يحكي قدام كل الناس، والواقع تبع مجلس وزراء بيحكي هيك لحاله، يعني مش ضروري انه يحكي. نائب اذا بدنا لموضوعنا، اما هيدي انه بكي وما بعرف شو، هذا كلام يعني انا برفضه والزملاء بيرفضوه، وإذا كان مارق على لسان حدا بكون زلت لسان. نعم. وأنا بعد الزرعة. نائب إذا بدنا نرجع لموضوعنا اليوم، شو هي الخطوات التصعيدية؟ قلت الخطوة الثانية نهار الأربعاء المقبل ب 28 شهر أمام مراكز معينة مجددا، وأمام مراكز تسجيل السيارات بكل المحافظات. نعم. يعني بدك وين؟ وبجنوب وبالشمال وبجونة وبعلاي وبالوزاعة. سؤال أخير، بتخافوا تسموا الأمور بأسماء أو تحكوا عن سياسيين لأنه ساعتها ممكن يزيدوا الرسوم عليكم؟ أولاً يعني بعتقد أنه النقابات ما في عليها قيود أنه تحكي بصراحة وبوضوح. أنا لما بكون عندي دليل وشي حسي بين دي، أنا أول واحد بطلع بقى من المؤتمر الصحفي بحكي بكل جرأة، لا خوف ولا خجل ولا وجل من حدا على الإطلاق. لكن عم نقول الأمور بأسمائها، عم نحكي قانون، عم نحكي دستور، عم نحكي مصلحة عامة، عم نحكي مصلحة خزينة، عم نحكي مصلحة مواطنين. لما نلمس إنه والله في إساءة مباشرة من شخص أو من مسؤول، صدقيني بوعدك وقدام الزملاء انا اول واحد رح اطلع على المنبر واقول فلان الفلاني هو المسؤول، هو اللي غطى، هو اللي سرق، هو اللي حضرتك عم تحكي انه عم تحكوا باسم بمصلحه المواطنين، وحكيت انه الحراك الشعبي غايب عن هاي التظاهره. انتوا وين كنتوا؟ انتوا وين كنتوا؟ لحظه بس تقول اذا بتريد ما تأولني شيء انا ما قلته. قلت انا بدعي كل المعنيين. نرجع مشاهدينا على الاستوديو مع ضيفنا أستاذ راجح. بنعتذر منك نحن أستاذ راجح، طبعا نطرناك كثير اليوم، كان في عنا كثير نقل مباشر، ولكن بعرف عندك كثير كلام كمان عن موضوع الفساد. يعني ما بدي احكي عن الفساد، انا بدي احكي عن الكرهات اللي عم بسمعها. اولا ما بقى البلد يتحمل كل هذا الكلام، فيلج لا تعيلج. عندكم مطالب روحوا للوزير، عندكم مطالب روحوا لمجلس النواب. أنا سمعتوا شو عم يحكوا كلهم، شو عم يحكوا. أنا ما في دوري. تعال يا أخي، أنا متضرر من القصة هاي، بس أنا ما لي حق أطلع الطريق عليك بالطريق، إنه بس ما في طريقة أحتاج فيها، وإنه نحن بمفاخرة سكرنا كل لبنان، سكرت كل لبنان، شو فرقت معه المسؤول اللي أخذ القرار؟ روح عند المسؤول، حلوا على رب اللبنانيين بقى. ما بجوز هذا يستمر، فيلج لا تعالج بالبلد، إذا مفكرين إنه هذا بحل مشكلة لبنان، أنا ما بحل مشكلة لبنان. اليوم عمال النقل العام معهم حق،
بكرة جماعة الصحة معهم حق، اللي بعد ما لم يومين معهم حق. ما في مجموعة كبيرة من الناس إلى مطالب الدولة. طيب خلي البلد يفوت على الفوضى والناس تقبر بعضها، ما هيك بتصير الحلول. ما بيصير أنك تتسكر البلد لأنه في مطالب معينة عن قطاع معين، قطاع المعين في مسؤولية، روحوا هدموا الدولة. لا تخزيني يعني، لا بس ما بصير على القصة هيدا انه لا نحن بكل فخر سكرنا لبنان من بعلبك للنبطية. مرحبا يعني، شو فرقت معه اللي اخذ القرار هيدا، اللي اخذ قرار زيري عليك شو فرقت معه؟ ما انه قاعد عم يشرب قهوة ببيته. الناس طلع دينا بالشوارع، كفاية بقى ذبح في البلد هيدا، مش هيك. شوفوا طريقة، معهم حق بس مش هيك، مش ما معهم حق يذبحوا الناس كل يوم في قصة. بعدين بكرة ب 28 شهر طيب بدو ينزلوا ينتخبوا العماد عون ناطر ينتخبوه، شو بنعمل لهم نحن ب 28 شهر إذا بدو يقطعوا الطرقات؟ اختاروا له شو بيقول ليش نقوا 28 شهر؟ بكرة رح يطلع حدا بجرايد يقول أوه والله اللي كان عم يحكي بخص الرئيس بري ما بده مشان عون رئيس جمهورية مشان هيك قرروا 28 شهر، وتذكر إنه رح يقولوا هالكلام. على كل حال 28 الشهر لحتى نرجع يعني بالوقت اللي بعده باقي لنا نحكي شوي عن رئاسة الجمهورية. 28 الشهر استاذ راجح، سينتخب رئيس جديد للبنان ام لا؟ ما بعتقد. ام تنكون موضحين اكثر، سينتخب العماد عون رئيسا للجمهورية؟ اولا انا بعتذر عن انفعالي بالموضوع لانه انا من الناس اللي عم بيعانوا، انا بنزل على شغلي كل يوم وكل يوم في عندي مشكلة انه انا بدي اعلق بالسير بالاساس. هو في مشكلة عم نحكي عن زيادة المعاينة، طب حكوا عن طرقات اللي بالأساس ما بنمشى عليها، الكيلومتر اللي تقطع ودك ساعة، هذه مشكلة كمان عم تعاني منها كل الناس، وأنه تعوا وقفوا معنا، طب نزلنا وقفنا معكم، كيف نحلت القصة؟ لك خي في مسؤول روح عند المسؤول، مش نافع المسؤول ابعوه. برومانيا قال له الرئيس رومانيا الفاسدين بتكبوهم بالنفايات، لقوطوا المسؤولين سياسيين وكبوهم ببراميل نفايات. شو عملنا نحن؟ نحن بنذبح الناس بالشوارع بس، انه قطعنا الطرقات لا وقفنا على جنب، ما صار عجا مثل ما سمعتوا عم يقول، لا صار عجا. انا قعدت ساعه ونص لا انا قطعت هاي الشحنات. يعني بنعتذر ان الناس، ولكن السبب هو انه ما في دوله، يعني عم بيطالبوا بالطريقه، ما في دوله ما في دوله بتفش خلق بال... يعني بتفش الشعب بينتحر يعني، ما انا من الشعب مثله، ما في دوله وعندي مطالب انا شو بعمل؟ بنحر حالي؟ ما في انتخاب رئيس جمهوريه، موقف تيار المستقبل من تيار ما في ب 28 ايلول ولا بعدها؟ لا لا، اول شو بدي بقصه انه راح يتظاهروا ويقطعوا الطرقات وكذا، ب 28 جلسه لن تسفر عن انتخاب رئيس جمهوريه، خلافا لكل جول انخلق بالفتره الماضيه. وسمعت هلا بنشط الاخبار بعض هيك التحليلات اللي عم بتقول انه ممكن الرئيس حريري يروح باتجاه تأييد ميشيل عون. صحيح. العماد عون. صار لنا أسبوع على بهيدي الأجواء يعني عايشين بين النفي والتأكيد و امبارح طلع بيان واضح من تيار المستقبل أنه كل اللي رجعوا كل هذه التسريبات تسريبات، وأنه بعده الرئيس حريري بأيد ترشيح الوزيرة الفرنسية، ومشان هيك أنا ما بعتقد أبدا أنه نحن تغير شيء في المعطى اللي معطل انتخاب رئيس جمهورية. مشان هيك ب 28 شهر لن يتغير الجو، رح تكون جلسة مثل كل الجلسات وبعد 28 شهر يعني بعد وشو بعد 28 شهر لن يكون هناك رئيس للبنان قبل العام المقبل وربما قبل سنتين او اكثر قبل حل الازمه السوريه، هل انت من القائلين بانه لا رئيس في لبنان قبل انتهاء الازمه في سوريا؟ قبل هيك في عم بيقول التيار الوطني الحر، وانا عم بشكل كثير واضح في اعلان انه اذا ب 28 شهر ما كان في هذا نحن بدنا ننزل للشارع، ما رجعنا لقصه الشارع. نعم. طيب يا خي نزلنا على الشارع شو بنثبت؟ أنا بدي إن شاء الله ينزلوا عشرة. وعنوانهم الميثاقية والعيش المشترك والميثاق وليس فقط مسألة رئاسة الجمهورية. الميثاقية والعيش المشترك فيها وجهات نظر. وقت اللي انشكلت الحكومة العسكرية بالزمان، حكومة الضباط الستة العسكريين وتركوا المسلمين من عند العماد عون، بقت حكومته برأيه ميثاقية. وقت اللي طلعوا وزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة، بقيت حكومة ميثاقية وأخذت قرارات. طيب اليوم في مسيحيين في الحكومة، يعني ما في الواحد يختصر كل المسيحيين ويقول أنا بمثل كل المسيحيين، في يقول أنا الأقوى بالمسيحيين على رأسه، هو عم بقول بمثل الشريحة الأوسع يعني من مش عم بقول المسيحيين. لا بس ما في يقول أنه أنا لأني أنا الأقوى ومني موجود انتفت الميثاقية، ما في غيرك، في غيرك، ولو في انتخابات ربما كانت الأمور مختلفة اليوم.
بعدين ما ننزل عشيرة، نزلنا عشيرة، شو ما نسبة للناس؟ يعني ضد مين عم تتظاهر؟ سيكون وحيدا في الشارع برأيك العماد عون دون حلفاء؟ ما بدي احكي سلفا انا، يعني مثلا انه انا ما بتصور انه يعني في حماسه عند حلفائه لينزلوا للشارع. ما بتصور ابدا انه الناس عندها رغبه بالنزول الى الشارع. النزول الى الشارع شو بيعني؟ انت ضد مين عم تتظاهر؟ ضد السنه اللي قلت انه قلت لهم بشكل كثير واضح يا بدكم ايانا يا ما بدكم ايانا؟ طيب هذا كلام بينقال بتاريخ لبنان، بلد التعايش والاسره الوحده والتالف وبلد كلام الوزير جبران بسيم، يعني كلام في جلسه الحوار الاخيره. ما بيصير معنا، نحن بعدنا بلبنان يا جماعه، ما بيصير بالاساس. طيب بكل بساطه يا عمي، نزلوا على مجلس النواب كلياتكم، انتخبوا رئيس جمهوريه. رئيس جمهورية ما انتخبوا لحد هلا لسبب كثير بسيط، انه صارت قصة لبنان مرتبطة بقصة سوريا، وقصة سوريا مرتبطة باللي كنا عم نحكي عنه بمشاكل اقليمية ودولية ولن تنتهي قريبا. ما واضح انه بتنتهي، يعني سنبقى بدون رئيس؟ ما واضح للاسف الى اجل غير مسمى للاسف، لانه طيب. اللي نزل الشباب على الشارع اليوم مشان قصة الميكانيك تماما مثل اللي بنزل الشباب بكره على الشارع مشان قصة انه ما في رئيس جمهورية. ما في، عم بيقولوا في معاينة ميكانيكية. أنا رأيي بدك تضحك يضحكي، اللي بده معاينة راس راسين، راس المسؤولين لازم بده معاينة، وراس الشعب اللي بعده قابل بهالمسؤولين. شو لازم يعمل اللي بده معاينة؟ شو لازم يعمل الشعب بكرة؟ عمل انتخابات، قانون انتخابات معلب ومفصل على أساس لا لا لا، بكرة بتعملي انتخابات بتكتشفي انه كل هذا الشعب العظيم بيرجع بينتخب المسؤولين، بيروح بال100 دولار او بيروح انه على خلفية مذهبية او عشائرية او ما بعرف شو بينتخب، او اللي هلا عم بيقول بدي انا يعني اخلص منهم واكلونا وفاسدين وما بعرف شو كذا، بيوقفوا بالصف وبينتخبوهم من جديد لسبب كثير بسيط، لسبب كثير بسيط، لانه نحن وكأن مجموعة من القبائل قاعدين بمركب وعم بخش فيه وبنسرق فيه وحسينه بده يغرق. الشيعي بده ياكل أكثر من السني، والسني بده ياكل أكثر من الشيعي، والمسيحي بده يكتر أكثر من الكوتيلي، والكوتيلي بده ياكل أكثر من الدرزي، والدرزي بده ياكل. نحن مجموعة من الناس عم تنهش البلد بدون حس إنه هذا المركب هذا المركب وقت اللي بده يغرق بيغرق بالكل. الا لانه اذا الناس طموحه انه اللي يسرق ويركب طياره ويمشي هذا منه مواطن ولا بيستحق الهويه اللبنانيه. نعم لبنان مش هيك. نعم لبنان دوله مميزه واساسيه ومحترمه وجيده، لازم يكون وزين الاوطان. نعم. لو كانوا اللبنانيين بيوعوا شوي قيمه هذا البلد. نعم. طيب استاذ راجح، ليه برايك الرئيس الحريري لم يقدم على خطوه انتخاب العماد عون رئيسا للجمهوريه؟ لانه يعني رغم انه البعض اعتبر كان في بعض المعطيات والمؤشرات التي توحي ربما بهذا الاحتمال، ليش؟ لانه السعوديه لا تريد هذا الامر، لانه ليش؟ انا ما بعتقد، أين ما بعتقد العائق؟ ما بعتقد، يعني قد ما نقول نحن السعوديه ما بتريد هذا الامر، وقد ما نقول ايران ما بتريد هذا الامر، في خلافات داخليه بالبلد هون على خلفيه انقسامات سياسيه متجذره بحسابات الرئيس سعد الحريري، ربما انه اذا بده ينقل من 14 اذار عند الوزير الفرنسي هيدي نقله 180 درجه، مزبوط بالسياسه. نعم. طيب كل التيار المستقبل بده يبرم ورا منه، ثم بده ينقل من عند الفرنسي لعند العماد عون، كمان هاي 180 درجه قياسا للماضي السياسي بين البلدين. طيب هيك بتصير الامور، انه الناس ما لها راي؟ هو بيعرف تماما يعني يخشى خسارة جمهوره، هو بيعرف تماما انه بتيار المستقبل في جمهور اساسي ضد التغيير. نعم. ضد هذا الانتقال من مكان الى مكان اخر. بس في ناس من تيار المستقبل مع هذا الموضوع. مين؟ يعني عم ينحكى انه الوزير نهاد المشنوق مثلا انه هو من المحبذين. قال شيء هالكلام؟ قال شيء هالكلام؟ انا ما قلت، انا بسمع اخر تصريح قاله الوزير نهاد مشنوق وبحييه من عندي، انه قال انا بالاساس بؤيد رئيس برأيد الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، وأنا في صلب سياسة طيار المستقبل. ما قال سعد نواد المشنوق ولا يوم من الأيام، عرفت كيف، أنه أنا جيبوا انتخبوا العماد عون رئيس جمهورية خلافا لرأي طيار المستقبل. أنا ما سمعت الكلام هذا، تحليلات طلعت بجرائد، لا بدي أتبنيها وأنت تبنيها، يعني جرائد فيها حرية تحليل، لكن هالتحليل هذا لا يلزم الشخص اللي عم نحكي عنه. نعم. ولكن الجرائد عم تتحدث عن تسريبات او معلومات انه
انه لا فعلا انه الرئيس الحريري كان طلب ضمانات، يعني عبر الاجتماعات اللي عم تحصل سواء بالحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل او بالمفاوضات الجاريه بين ايضا تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، انطرح فعلا يعني كلام عن تسويه، انه رئيس جمهوريه ميشيل عون رئيس حكومه سعد الحريري، وانه الرئيس الحريري طالب حزب الله بضمانات بهذا الموضوع، يعني بالنهايه ما في دخان من دون نار، يعني كل هذه المعلومات متداوله منذ اسابيع. مين المقصود بالشيء اللي عم تفضل؟ الرئيس الحريري انه طالب بضمانات من حزب الله وقت اللي الرئيس الحريري مساله رئاسه الحكومه. تعال طيب هذا كلام طلع بالجرايد بس انه ما في شيء بيثبته. انا بدي ارجع اقول لك شغله كثير اساسيه، لما بدنا نوصل لهون انا متبني وبحييه دائما بحييه لا دولة الرئيس نبيه بري اللي فعلا الوحيد اللي بعده بيقعد هيك بهدوء وبيتامل انه وسط هالتابلو المعقد وسط الوضع المأساوي اللي نحن فيه كيف فينا نخرج كيف فينا نلاقي مخرج؟ بالحوار بين المستقبل وحزب الله، بالحوار الوطني، بالتقريب بين وجهات النظر، ثم بنكتشف انه بيطرح شيء اسمه سله. نعم هلا اختلفنا على السله شو اللي قدام شو؟ انتخاب الرئيس بالاول او الانتخابات بالاول او كذا. لكن اذا بدك تتاملي بمحتوى السله اللي طرحها الرئيس بري معه حق 100% فيها. أنا بدي افترض جيبنا يسوع المسيح عملنا رئيس جمهورية بكرة، راح نتفق بعد بكرة على البيان الوزاري؟ راح نتفق تاني يوم على الحقائب كيف بدها تتوزع؟ راح يتفقوا المسيحيين مين بده يتوزروا بأي حجم وبالحجم؟ راح في مجموعة كبيرة من المطالب والعقد والمحطات اللي تلي انتخاب رئيس جمهورية، ونحن مرقنا بالزمن لحتى عملنا بيان وزاري بقينا 7 أشهر متذكري ايام الرئيس نجيب مئاتي ما ننسى الامر هيدي، مشان كلمه اخرنا مشان قصه الجيش والشعب والمقاومه بقينا نعالج 6-7 أشهر بالموضوع. طيب بعد كل الازمه واستفحال الازمه وكل الفراغ وكل الصراعات والتهديد بالنزول للشارع والفراغ الرئاسي اللي تجاوز سنتين، فينا بكرة ننتخب يسوع المسيح أو أي ماروني صالح نجيبه رئيس جمهورية أنه اصطلح الأمور الأمور بالبلد؟ الحل هو بالسلة. لا 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 الحل بالسلة بس خلينا نتفق على يعني البعض شفوها صورة مبطنة للمؤتمر التأسيسي يلي عم بيخافوا منه وعم بيحذروا منه كتير. عالم أنت سبقتيني بالسؤال، حتى ما تكون صيغة مبطنة للمؤتمر التأسيسي تعوا يا خي نتفق على رزنامة لأولويات السلة ترضي الجميع. وأنا بتمنى على الرئيس بري أنه يصير في نقاش حول هذه الأولويات إذا ما كان صار، لأنه ما في مخرج غيره. يعني مش الحل أنه انتخبنا رئيس جمهورية، كل الناس أمتين بنا انتخب رئيس جمهورية، خي انتخبنا اليوم رئيس جمهورية، شو صار الحل بكرة ببيروت؟ يعني ما بيقدر يعمل شيء بدون ما تكون كل متوافق عليها. يا عم انتخبنا رئيس جمهورية ما بدناش شكل حكومة؟ طب لمين بدنا نعطي الداخلية؟ لمين بدنا نعطي الخارجية؟ لمين بدنا نعطي الدفاع؟ بعد ما حكينا بقانون الانتخابات بدنا نحكي انتخابات وبدنا نحكي حقائب وبدنا نحكي حصص وبدنا نحكي بيان وزاري وبدنا نحكي موقف لبنان ومش عارفين لبنان ذو وجه عربي أو مش ذو وجه عربي مع سوريا النظام أو مع المعارضة، ما نحن منقسمين جذريا على كل شيء تقريبا. انه رئيس جمهورية ساحر بده يحل هالمشاكل كلها، لا لا روحوا تفاهموا تفاهموا على سلة طويلة عريضة مع أولويات تحفظ سيادة البلد ومقام البلد. وبعدين قال يعني رئيس برأيك لبنانيا هيدي بتنحل إذا تفقوا على السلة بمعزل عن الصراع السعودي الإيراني والأوضاع في سوريا؟ قال معلش قبل ما أرد، قال الرئيس بري رد هو رد عليك قبل ما انا ارد، يعني قال انه هذه السله ما لها اي علاقه بقصه المؤتمر التاسيسي ونحن متمسكون باتفاق الطائف. قالها مرتين. يعني يا بدنا نعمل حل يا بدناش نعمل حل، انا ما كثير عم بتبنى يعني موقف الرئيس بري بالموضوع لكن عم بحاول بشرح. طيب لو قامتين ناطرين استاذ راجح كيف بصير الحل؟ وعلى اي اساس وين المدخل؟ طيب بالختام استاذ راجح بحب اسمع منك بس كلمه للمسيحيين بهذا الموضوع، لانه عم تقول انه ما في هلا رئيس يمكن تروح، يعني يمكن تروح سنه سنتين يمكن اكثر اذا بقيت الحرب بسوريا دائره وما مبين انه في حل مثل ما عم بتقول، هل في خطر على هذا الموقع المسيحي؟ شوفي في خطر على كل لبنان ولا لموارنه كمان هون تحديدا، يعني ماذا تقول؟ انا ما بدي انا ما بحب يعني انا كثير بتالم وقت اللي بنوصلنا
بتاريخنا في هذا البلد لمرحلة إن نحكي إنه الخطر على المواطن. أنا عم نسمع كتير ونقرأ مقالات وتحليلات عن أخطاء ارتكبها المسيحيون أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. على رأسي يا عمي رئيس الجمهورية الماروني هو رئيس كل اللبنانيين. خسارة رئيس الجمهورية بلبنان خسارة للشيعي وللسني وللدرزي وللمسلم وللتتري. حاج بقى نحكي إنه البلد جتهم قطع على أساس طائفي. رئيس جمهورية هذا رئيس جمهورية لبنان إنه لا بس المسيحيين بيخسروا. لك كل لبنان خسران لأنه ما في رئيس جمهورية. بعدين خلينا نذكر شغلة كتير بسيطة. اليوم نرجع للكلام اللي قاله الأمم المتحدة. عندنا 1,600,000 و 1,700,000 نازح سوري من إخواننا السوريين. وبلش تصير مشاكل. مبارح صار في مشاكل بالدوحة. أول مبارح صار في مشاكل بالزوق. بين النازحين السوريين وبين أهالي. طيب وين رايحين؟ طيب بدي حل هيدي. هيدي بدي حل بدي وعي. تركين البلد ومكتفين. أنا رحت مع رئيس الجمهورية على مؤتمر المانحين الأول بالكويت بال 2013 وطلب الكلام اللي قاله مبارح الرئيس السلام في الأمم المتحدة أنه تقاسم أعباء النزوح السوري. تقاسم الأعباء بأي معنى؟ أنه يا خي مش أنتوا عرب؟ ليش بده يكون التقل كله على لبنان؟ تعالوا نتقاسم على الأعباء ماديا وبشريا. ما هو إخواننا السوريين. وبالتالي الأمر يعني لا إذا لبنان خرب بتقول الأمر راح تخربوا أنتوا يعني. ما في حدا. وبعدين مساعدات بنقرر للبنان بالمليارات يوصل منهم 35% أو 37%. طب كيف لبنان؟ ما قال لهم امبارح الرئيس سلام نحن مكلفين 15 مليار صرنا بمعدل 5 مليار بالسنة وببلد عم بفلس. طب شو ريدين أنه ينهار لبنان؟ نحن على وشك الانهيار. بتريدوا ينهار؟ أنا اللي كنت بتمنى على الرئيس سلام يقول لهم هودي المليون ونص بس كرئيس حكومي ما بيقولها المليون ونص سوري الموجودين هون إذا انهار البلد وخرب الوضع في البلد. وأنا بعتقد أنه محافظين الأوروبيين والأمريكان والروس على الوضع في البلد حتى ما ينهار أمنيا لأنه باللحظة اللي ينهار الوضع في أمنيا لا سمح الله سيتجهون في لبنان معظم هؤلاء الناس رح يركبوا قوارب من, من, من الشطوط اللبنانية ويصيروا عند الطليان وعند الفرنساوية فيهم يتحملوا حركة نزوح جديدة. لمعلوماتك النزوح بدا بطرابلس قبل ما يبدا من اي مكان اخر. فيهم يتحملوا وضع لبنان متفجر يتفضلوا يتحملوا مسؤوليتهم. لكن للاسف 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 عم نطالب العالم انه يتحمل مسؤوليته تجاهنا بالوقت اللي نحن مش عم نتحمل الحد الادنى من المسؤوليات تجاه نفسنا. أنا بدي أشكرك أستاذ راجح خوري. أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة من جديد. نحن نعتذر منك من جديد أنه نطرناك سابقا. أيضا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء مشاهدينا.